هذه كانت في أكتوبر 2022، ما يسمى بالوزير الأول. أما بخصوص عملية تقنية الطائرات التي تساءل عنها بعض الإخوة النواب الأفاضل، بخصوص عملية تقنية الطائرات الخاصة بإطفاء النيران، تم إتمام إجراءات اقتلاء 4 طائرات قاذفة للمياه من آخر طراز من نوع برياف 200 ذات سرعة تقدر ب 12,000 لتر، حيث سيتم استلام الطائرة الأولى منها خلال شهر ديسمبر الحالي إن شاء الله القادم. يعني والله إجراءات جد صعبة، ف يعني جابها ظروف صعبة وصعبة جدا، وقفنا خلالها على ما كان موجودا وعلى مختلف الاختلالات التي كانت موجودة من أجل محاربة الكوارث الكبرى، ومن خلالها عدم توفر من بينها عدم توفر بلاد على هذه الطائرات. وبالمناسبة كل يعني كل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لا تتوفر على مخزون، بل ولا تتوفر حتى على المواد التي تسمح لها بصنع هذه الطائرات وتجهيزها نظرا لخصوصياتها. ولكن الحمد لله يعني بفضل المثابرة تمكنا من الإمضاء على هذا العقود بأثمان جد معتبرة، ومن التحصل على أول طائرة هي الأول من نوعها سوف تدخل إلى الجزائر في شهر سبتمبر 2022، ويعني من ديسمبر 22 إن شاء الله، والثلاثة الباقية سوف تصل تباعا في أواسط 23 وأواخر 23 إن شاء الله. مجموعة ملاحظات على ما قاله هذا السفيه. أول حاجة قال أنه راح تكون كاينة طائرة قبل نهاية العام في ديسمبر، السؤال المطروح وراها هي الطائرة، وأن البقية سيكون في منتصف العام وفي نهاية العام. ذاك راح نسمع وزير داخليته يقول عنا 6 طائرات، إذا يكذب. الأمر الثاني قال بأن دفعنا أموال جد معتبرة وأن هذه الطائرات غير متوفرة في السوق وإلى آخره، وهذه كذبة كبرى. ما كانش شيء غير متوفر في السوق، هناك شركات بالعكس تريد أن تبيع وتبحث عن زبائن، وفي العالم أجمع معروف على استثناءات قليلة بعض السلع القليلة جدا اللي ربما يكون عليهم من حين لآخر يكون عليها ضغط، لكن هذه الطائرات موجودة وموجودة كسكند هاند وموجودة كجديدة وموجودة الصغير وموجود الكبير وموجود، ولكنهم يكذبون. الأمر الثالث، مش قلتوا في 2021 أنكم جبتوا 4 طائرات من هذه البيرليف 200 كما ذكرها؟ خلينا أعطيكم الدليل. طبعا هو كان وزير أول آنذاك، وكانت في أوت 2021، ما يسمى بالشروق نيوز أو الشرور نيوز، إحدى المواقع والقنوات المفسدة في الأرض، أهلها مفسدون في الأرض وليس فقط فاسدون، ومن يشتغل فيها مفسدون في الأرض ويبيعون الأكاذيب. واش كاتبين؟ الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي اقتنى 4 طائرات تعرف على وحش إخماد الحرائق، وهي طائرات بي 200 الروسية مرعبة النيران. وقتاش كان هذا؟ كان في 18 أغسطس 2021، في 18 أوت 2021. وإذا هذا كان ما يكفيش، راحوا عملوا جابوا الطائرة وداروا لها برنامج، وها نقص فقط الموسيقى لأسباب تتعلق باليوتيوب. هم هنا وش دايرين؟ وهاكم تشوفوا وجايبين الطائرة وكاتبين عليها ومدح قريب قصائد شعر فيها، وأنها عندنا 4 طائرات وإحنا الوحيدين في إفريقيا الذين لدينا هذه الطائرات. هذا الكلام كان يوم 17 و18 أوت 2021 بعد الحرائق الكبرى التي أقدم عليها جبار مهنا
يومها. وهذيك أنا نقول جبار مهنا، وأنا على يقين وضميري مرتاح تماما. إذن وكانوا طرحوا السؤال، هل ستنهي هذه الطائرات أزمة حرائق في الجزائر؟ أين هذه الطائرات التي ذكرت أنكم جبتوها في أوت 2021؟ بعد الحرائق أيضا أو في وسط الحرائق في 2021 قالوا بأنهم داروا كوموند عن طريق وزارة الدفاع، داروا طلبية عن طريق وزارة الدفاع عند الروس باش يجيبوا 4 طائرات، ومرات كانوا يقولوا 6 طائرات على نفس النوعية. أما ما يسمى بوزير الداخلية فاسمعوه واش يقول في جوان اللي فات، يعني قبل شهر يوم 19 جوان الماضي. في السنة الماضية وأكثر في السنة اللي ما قبل في 21 و 22، احنا خذينا بالاعتبار هذا، خذينا العام هذا بصفة تنبؤية بصفة استباقية. كل الإجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصعاب. فبالنسبة لسؤالكم مثلا بالنسبة للطائرات القذيفة، الحمد لله احنا اضطرنا باش نتعاقدوا مع شركة من أمريكا الجنوبية من الشيلي بالضبط. 6 طائرات راهي هنا موجودة اليوم، 12 متر راهي لهنا، ويبداو ان شاء الله هذوك اللي يقوموا اليمات هذو بالتجارب وبكيف امكانيات التدخل. الطائرات لازم لها ثاني على مستوى هذه الغابات المنتشره عبر حدودنا وداخل يعني بلدنا في الهضاب العليا وفي المناطق الجبليه في الاوراس في تيزي بوزو في الورسنيس في تيزي بلاد قبائل في الورسنيس، يعني حيث ما توجد غابه لازم نكونوا احنا متواجدين معهم. كثفنا من كل المتدخلين، راي مع بالنسبه للحمايه المدنيه عززنا ليزيفيكتيف 15 عون تاع الحمايه المدنيه. وكذيب بالجمله، لكن خليني نعاود لكم باش تسمعوها مليح واش قال مره اخرى. اعتبار التجربة التي عشناها المأساوية التي عشناها في السنة الماضية وأكثر في السنة اللي ما قبل في 21 و 22، احنا خذينا بالاعتبار هذا، خذينا العام هذا بصفة تنبؤية بصفة استباقية. كل الإجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصعاب. فبالنسبة لسؤالكم مثلا بالنسبة للطائرات القذيفة، الحمد لله احنا اضطرنا باش نتعاقدوا مع شركة من أمريكا الجنوبية من الشيلي بالضبط. 6 طائرات راهي هنا موجودة اليوم، 12 متر راهي لهنا. 6 طائرات ست طائرات راهي هنا موجودة، تعاقد مع الشيلي وست طائرات راهي هنا موجودة نتاع 12 ألف لتر، يعني نتاع أضخم الطائرات تقريبا، يعني تقريبا أو من بين الأضخم. يعني الكذب العلني، أين هي 6 الطائرات؟ أين هي الطائرات الستة؟ هذا الكلام في 19 جوان، يعني راه عندنا 35 يوم منذ أن قالوا. يكذبون أكثر ما يتنفسون. درك هذا الناس كيفاش يتعاملوا معاه؟ الذين قتلوا، الذين ماتوا، الذين ماتوا أبنائهم، الذين ماتوا أبائهم، الذين ماتوا أزواجهم، الذين دمرت حياتهم، الذين دمرت بيوتهم، الذين دمرت سياراتهم، ماذا يتصرفون مع هذا الوزير وأمثاله ورئيس ما يسمى بوزير الأول وتبون المزور والكمشة المافيا العسكرية؟ كيف يتصرفون الناس؟ كيف يتعاملون مع هذه؟ انتم قولوا لي. قال لك راه عندنا 6 طائرات نتاع من بين الأضخم اللي هي تاع 12 ألف لترة، وراهي موجودة وراهم يتدربون وكل شيء جاهز. هذا الكلام عنده 35 يوم. وقال لك درناها بعمل تنبؤي، وكأنه تنبأ على طريقة نيوتن أو على طريقة مانيش عارف من. بالنسبة ليه عمل تنبؤي، وكأن الصيف هذا ممكن يجي هذا العام وممكن ما يجيش، فهو تنبأ بأن الصيف راح يجي في 2023. وجد 6 طائرات من بين الأضخم
وراهم موجودين وراهم مدربين وعنده 15 ألف عضو وعنصر ومانيش عارف إلى آخره.